بقول لك ايه؟ سؤال وعايز اسمع اجابته. مالك بيا انا وعيالي؟ بتنخوري ورانا ليه؟ انت بتزعق لي كده ليه؟ اه؟ بتزعق لي ليه؟ على فكره دي اهانه. اه وانا هعديها لك عشان انا بحبك، ولو حصل اهانه تاني هعديها برضك، بس هزعل منك. اه بنت انت، انا مش عايز استهبال، انا خلقي ضيق. ما انا عارفه. اسمع قلبي. اسمع مين؟ اسماء. ايه؟ اسماء السيد حسن عجيبه، مش فاكرها؟ انت نسيت الاسم ده؟ اسماء اللي جات لك من 30 سنه في الكوافير القديم فرع السلام للمحجبات اللي كان موجود في شارع فاطمه رشدي في الهرم. جات لك وجوزها لسه ميت، في رجليها عيله عندها 12 سنه. افتكرتها؟ فاكرها ولا الزهايمر مسحها من دماغك؟ ما انت لو نسيت اسماء انا ازعل منك قوي. اه عشان اسماء بقى ما تتنسيش، دي كانت قمر قمر قمر، كانت بطه بلدي كده، كوكتيل حلويات مضروب في الخلاط، سبيده ثروت كده على نجلاء فتحي. ده انت حتى اول ما شفتها عينك زغت عليها وفضلت تور وراها، تور تور عشان حتى تبص لك. ولما عرفت بقى انها ملهاش في الشمال وان الباب مقفول بالضبه والمفتاح، قلت ما بديهاش، اضرب ورقتين. ما حكيت لي على كل حاجه. هو الرجاله دول اتكلموا وسيح قدامهم عادي يعني؟ انت واثق فيهم؟ انت فاكره الهبل اللي بتقوليه ده ممكن يأثر فيه؟ أنا يا ماما مفيش حاجة في الكون ممكن تفرق معايا. هي قالت لي كده برضك، قالت لي كده وأنا اللي ما صدقتهاش. بس أنت بتتكلم صح. أه أنت بتقول كلام صح، بدليل اللي عملته معاها واللي عملته فيها لما عرفت انها حامل منك. نعم يا حلوة. حامل من مين؟ الكلام ده فؤاد، هكون حامل من مين يعني؟ هو انا متجوزة حد غيرك؟ طب اسمعيني بقى عشان الكلام مش هيتعاد، اللي في بطنك ده ينزل وما تشوفش خلقتك تاني. كل ده علشان خايف من مراتك. لو مراتي عرفت حاجة عن الموضوع ده يا اسماء، بنتك حلال هترجع لك من المدرسة جثة. لسه ما افتكرتش؟ طب انا هديك امارة تانية، انا هوريك الصوره، اكيد لما تشوف الصوره هتفتكر صوره النونه اللي كانت مع اسماء لما دخلت عليك بيها وقالت لك خد يا فؤاد سامي دي بنتك، وانت قلت لها بنتي مين؟ انا ما اعرفكيش، ورقعتها علقه موت، وخدت ورق الجواز وقطعته. بس لما روحت البيت بقى وفكرت، خفت لا تغدر بيك، تغدر بيك وتفضحك وتروح لمراتك وتحكي لها على كل حاجه. لما رحت لها بقى قلت لها بقول لك ايه يا اسماء، ما تكتبي البنت باسم اي حد تاني كده، وانا هبقى اجيلك كل شويه وارمي لك شويه فلوس. وطبعا لا جيت ولا عديت ولا اديتها فلوس ولا نيله. البت دي بقى سموها صدفة، صدفة السيد حسن عجيبة. أنا
بنتك اللي انت حرمتها منك وانت عايش. لا حلو قوي، حلو بجد، بتحكي بيرفكتو، وخصوصا ان انا بقى ايه كيف افلام هندي. اشترك في باقات واتشت الشهرية من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية من 149 جنيه و99 قرش.